اولا كنحييو يعني هذه المبادره في الاطار ديال لينسا لمناقشه القانون الماليه ديال 2019 وارتباطه بالمشروع المجتمعي، وكانت مناسبه بحضور خبراء باش يمكن لنا نتكلموا واش هذا القانون المالي ديال 2019 بالفعل كيجاوب على انتظارات ديال الشعب، خصوصا واننا كنعرفوا واحد الازمه اجتماعيه خانقه وهناك انتظارات كثيره، واخا عارفين بان كاين هناك اكراهات. استمعنا الحكومه شنو كانت كتقول غادي تعمل، واستمعنا كذلك الخطابات اللي كانت كتكلم على اولويه ديال يعني المقاربه الاجتماعيه باش نحدوا من الفوارق المجاليه والاجتماعيه، لان هذا الشيء كيهدد السلم الاجتماعي. ولكن ملي جينا نشوفوا لقينا بانه هذا القانون الماليه اللي هو واحد الفعل سياسي اكثر ما هو تقني لم يجب على هذه الاسئله الحارقه اللي هي انتظارات كبيره، وهذا الشيء ماشي فقط راجع للاكراهات الماليه لان المغرب المديونيه ديالو وصلت 85% من الناتج الداخلي الخام، ولكن لان هناك يعني ضعف ديال كيف كنقولوا التصور العام، كاين غياب ديال هذا التصور العام ماشي غير للحظه ولكن للمستقبل. نحن نريد يعني انه القانون المالي كان بالامكان ديالو يبدا ياسس واخا بواحد الطريقه اللي هي يعني صغيره للتغيير، ولكن ما دار حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه اللي هي ملموسه في هذا القانون الماليه اللي يمكن لها تاشر بانه غادي يجاوب على البعض من الانتظارات الحارقه. كان الجانب الذي تطرقت اليه ما هو اجتماعي في هذا القانون، وتطرقت بالاساس الى ما هو تقني لاظهار ان اولا اشكال ان نسبه النمو المعتمده فيه يعني 3.2% ستترك كيف ما كان الحال ان نسبه البطاله سترتفع، لماذا؟ لانها غير كافيه لامتصاص وفود الذين سيصلون الى سوق الشغل، ثم ان نسبه العجز التي ستصدر الحكومة مرتفعة، وبالتالي أن المديونية سترتفع، وهذا مشكل بدأ يقلق الجميع. أذكر هنا أن مجموعة من المؤسسات الوطنية منهم بنك المغرب أو مجلس أعلى الحسابات دق ناقوس الخطر في هذا الاتجاه، بل أن حتى بعض المؤسسات الدولية أشارت إلى نفس المسألة، يعني أن الاتجاه في المديونية بدأ يقلق، وهذا يظهر أن الحكومة بهذا التصرف يمكن أن ترهن يعني أجيال قادمة التي يكون من واجبها استرداد الدين. فمثلا خدمة الدين في المغرب تتطلب منا 150 مليار درهم، أكثر من تكلفة يعني الأجور في الوظيفة العمومية، وهذا شيء أصبح مقلق في هذه الحقيقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.